بالأمس أصبح الإنترنت مجنون تماما بسبب العضو فيمين بيتياس عندما نشر مقطعا له وهو يلعب جودو مع مدربه المحترف، ويمكننا أن نشاهد كوكا الذي رافقه ظاهرا بالمقطع. قال بعض المعجبين أن جايهوب من كان يصور المقطع لكنه أمر ليس مؤكد، فقد ذهب في وكوك إلى تدريب الجودو معا وتقاتلا بالفعل، لكن الجمهور لم يستطيع رؤية ذلك بالمقطع. فمنذ أن فتح أعضاء BTS حسابات شخصية على الإنستغرام كان دائما العضو كوك يأسر قلوب الأرمي لمهاراته العالية في الملاكمة، وقد علق في على مقطع كوك الذي نشره يوم 27 يناير قائلا لنقم ببعض القتال قريبا. وقد سأل أحد الأرمي على منصة ويف متى ستلعب الملاكمة، رد في قائلا بشكل مفاجئ لقد فعلت ذلك بالفعل. وبالأمس نشر في هذا المقطع ما جعل المعجبين يعتقدون أنه قام بالفعل بلعب المقاتلة مع كوك. وفي الوقت نفسه على الرغم من أن جميع أعضاء BTS في إجازة طويلة، إلا أنهم يعملون حاليا على موسيقى جديدة، ويظهر ذلك من خلال قصص الإنستغرام الخاصة بالأعضاء على الإنستغرام. في إخبار أخرى، حصلت ليسا من بلاك بينك على إنجاز آخر لم تستطيع أي فنانة في عالم الكيبوب بتحقيقه حتى الآن. ففي يوم 10 فبراير تجاوز أول ألبوم فردي لها لليسا رسميا 800,000 نسخة تم بيعها على جوان بعد 5 أشهر من إصداره، مما جعل ليسا أول فنانة كيبوب منفردة تصل إلى هذا الإنجاز. وهذا يعني أن ألبوم لليسا تجاوز مبيعات ألبوم وانا وانا المصغر تو بي وان لتفوز بلقب الألبوم الأول الأكثر مبيعا في تاريخ جوان. وفي الترتيب المادي لجميع ألبومات بلاك بينك، أتى ألبوم لليسا في المرتبة الثانية بعد الألبوم الكامل الأول للمجموعة ذا ألبوم الذي تم إصداره في النصف الثاني من عام 2020. وقد تفوقت بذلك ليسا على كل زملائها من الأعضاء، حيث باعت روزي حتى الآن 600,000 نسخة من ألبوم آر، وجين التي باعت 150,000 نسخة بألبوم سولي الذي صدر عام 2018. والآن ينقل القول أن ليسا تمتلك أكبر سجل مبيعات لفنانة منفردة. كانت ليسا قادرة على الوصول إلى 1,000,000 نسخة مباعة، ولكن وكالة ويجي لم ينتج ألبومات كافية وفقا لطلب المعجبين. فحتى الآن البلينك غير راضي عن أفعال وكالة ويجي، لأنها سابقا ألغت طلبات المعجبين بسبب عدم توافر الكميات اللازمة، مما يؤثر سلبا على إنجازات ليسا كفنانة منفردة. في إخبار أخرى، في 9 فبراير تم الكشف عن أعضاء فريق التمثيل السادس في برنامج زريلي ديتنج الذي يعرض على SBS بلس. ومن بين أعضاء فريق التمثيل السادس أوكسون التي يشبهها الناس دائما بالعضوة جيسو من بلاك بينك، حيث قالت أوكسون التالي: خارجيا أحصل على الكثير من الثناء على وجهي الصغير وأنفي الجميل، وأسمع أحيانا أنني أبدو مثل جيسو من بلاك بينك، ووصلت قائلة: أنا أحب الرجال الذين يشبهون الحجارة وليس الشخص الوسيم، حيث استمرت في ذكر تفاصيل الرجل المثالي بالنسبة لها. وسيتم عرض فريق التمثيل السادس الساعة 10:30 مساء بتوقيت كوريا الجنوبية يوم 16 فبراير على محطة SBS بلس. في إخبار أخرى، تم الاحتفال وتهنئة روزي من بلاك بينك بعيد ميلادها 25 من العديد من النجوم والشخصيات المهمة حول العالم، فقد نشر أعضاء بلاك بينك 3 تهاني خاصة للعضوة روزي. وفي صباح يوم 11 فبراير نشر كولد بلاي قصة خاصة للعضوة روزي معلقا: أحبها، زي له من صوت عيد ميلاد سعيد روزي. فقبل ساعات قليلة نشرت روزي على قناتها الرسمية باليوتيوب مقطع فيديو لها بالتعاون مع كولد بلاي أثناء غنائها فيلا في استوديو موسيقي، حيث حصل المقطع في 14 دقيقة على 80,000 مشاهدة، وفي غضون 4 ساعات حصل على أكثر من 500,000 مشاهدة. بعد ذلك أصبح هاشتاج أول روكستار روزي داي الترند رقم 1 مع أكثر من 700,000 تغريدة على منصة تويتر. إن أعجبك الفيديو لا تنسى دعمي بالإعجاب والاشتراك أيضا في القناة، وشكرا لك، إلى اللقاء.